السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا اليوم في هذا الدرس هناخد درس مهم جدا جدا جدا، وبرنامجك بخلاش منه بتاتا ولازم تستخدمه، وهو الأكشن. الأكشن أو الإيفنت، الأحداث. إيش هو الحدث؟ هي الإجراءات المتخذة من قبل المستخدم. على سبيل المثال، كأنك أنت ضغطت على الزر، مثلا أنا عندي هاي، أنا هذا لما أضغط على هاي بوديني على وجهة تانية، تمام؟ هذا اسمه حدث، تمام؟ الأحداث ممكن تكون عن طريق أنت لما تضغط على زر ينفذ لك إشي معين، أو ممكن عن طريق لوحة المفاتيح، مثلا لو دعست إنتر، أو مثلا دعست مسطرة، أو مثلا دعست اللي هي الأعلى وأسفل، هدول اسم أحداث أنت بتعملهم إلهم برمجة خاصة حسب برنامجك. في عندك أحداث للماوس، اللي مثلا لو كان عندك حدث للماوس، إذا كان دخل الماوس داخل الفريم، إذا كان طلع داخل الفريم، إذا مثلا بدك تضلك داعس على الفريم، طبعا أنت حسب أنت برنامجك وأنت بتحدده. طيب إحنا الأحداث هاي هنستخدمها في هذا الدرس. طيب أول شيء لنعمل جي بوتون عادي عشان نعمل هنا نوضح لكم فكرة الحدث. جي بوتون مثلا بي بده يساوي مي جي بوتون، مثلا بقول له هنا ايش، بعد هنا كلمة كليك، يعني هي تطلع يعني اسم الزر كليك، تمام. ننسخ هاي وهي نعملها كذا ونطلعها لبرا، تمام. طيب بقيت الأحداث في منها طريقتين إنك تعمل اللي هي تستدعيها. ممكن تعمل عن طريق اللي هي تعمل implement اللي هي تستدعي الانترفيس اسمه action listener، action listener، action listener، action listener، تمام. action listener هذا موجود في الجافا دوت اي دبليو تي دوت ايفنت دوت اكشن listener. لو جيت تمحى الاكشن listener هتلاقي كل الايفنت او الاكشن اللي هتعمله. في عندك هنا ماوس ايفنت، في ماوس ادابتور، في عندك كي listener حتى الكيبورد، في عندك الكي ايفنت، في اللي هي التكست ايفنت، بينت ايفنت هذا الترسم اللي بتعمل مثلا اشكال، في عندك الويندوز ايفنت، في يعني اشياء كثيره. في عندك ايتم ايفنت، في شفنا كمان هنا ماوس ايفنت، في يعني ايش ما بدك، في عندك هاي الفوكس، فوكس ايفنت، كل هذا راح ناخده، تمام. طيب احنا بس حناخد في هذا الدرس اللي هي الاكشن، الاكشن لسنا طبعا هو موضوع كبير، في منه الاكشن لسنا، في منه كلاس، وفي منه ايش انترفيس. طبعا هذا احنا استدعينا الانترفيس، تمام. اي طبعا انك تسجلت انترفيس، لو انت تعمل تروح على الكلاس انترفيس فهتلاقي فيه داله اللي هي ايش اسمها اكشن بيرفورم. هذه الاكشن بيرفورم اللي هي انت بتنفذها لما بدك تعمل حدث، تمام. طبعا هذه الداله مثلا انت لازم تعرفها اللي هي الاكشن بيرفورمر، انت لازم تعملها ايش اوفرلودنج اوفررايد، تمام. لازم تعمل ايش اوفررايد من هان، تمام. اللي هي تعمل ايش اوفررايد، تمام. طيب انت بما انك عملت اوفررايد فانك بتقدر تعمل تستدعي اي مثلا تعمل اي حدث. مثلا عندي الكليك هذا اللي هي البوتون، انا البوتون هذا لو ضغطت عليه بدي اخليه يظهر لي رساله ويلكم، تمام. كيف حعمل هاي؟ في عندك انت هتعمل هتدي مثلا عنصر هذا تقول له بي اعمل للحدث للبوتون هذا حدث كده، تعمل حدث تقول له بي دوت اد اكشن لسنر. في عندك دالة اسمها اد اكشن لسنر في كل في كل الكومبوننت في هاي الدالة اكشن لسنر. هذه الاكشن لسنر بتاخد اللي هي ايش بتاخد باراميتر اللي هو مثلا بدي ايش اكشن لسنر، تدي ذس بتقول له معناته انه هذا الاكشن موجود على نفس الكلاس. ممكن تعمل في كلاس تاني تقول له مثلا هي نيو، مثلا في عند لو عملت كلاس تعمل مثلا تقول له هذا الاكشن موجود في كلاس تاني، تمام. بس الافضل انك تخليه مثلا في كلاس نفسه عشان ما تلخبطش. طبعا هذه الطريقه الاولى، تمام. طيب انا هنا بدي اعمل مثلا اعمل لك اكشن اوضح لك، تمام. طيب انا اقول له هنا الجي جي بوتون اللي هي مثلا جي جي اللي عندك جي اوبشن بين دوت شو مسج ديالوج، مثلا نقول له هنا مال اقول له هنا ايش ويلكم، تمام. طيب انا جيت عملت هذا حدث، تمام. طيب جيت هنا مش حيظهر عنده، بنعمل له اد بي اللي هي اد للمين للبوتون، بضيف البوتون على الفريم، بنعمل له ايش سيت باوند، قول له بي دوت سيت باوند، سيت باوند
تمام، أقول له عندك طول الياء، وخلي أحط الياء في مكان 10 10 في عرض 100 طول 20. تمام، نيجي نعمل الآن ونشوف. طيب هاي عندك هنا هاي الزر، لو دعست عليه لقيت ايش حيطلع لك؟ هاي دعست طلع لك ويلكم، ودعست كمان مرة طلع لك ويلكم، ها ضلك ادعس حيطلع لك ايش؟ ويلكم. تمام، اي ويلكم، اي ويلكم. تمام، طيب هذا بالنسبة للأحداث. طيب لو عملت كمان بوتون او نشوف الوقت، طبعا ننهي الدرس كده، احنا في هذا الدرس اللي نعمل اكشن لسنا، نعمل امبلمنت لانه هو انترفيس، وعرفنا كيف اللي هي نعمل هي عرفنا دالة اللي هي الاكشن هي اسمها اكشن بيرفورمد، كيف نعطي اكشن للبوتون، نعمل نضيف السطر هذا البي دوت اد اكشن لسنر، الدس معناها انه هذا الاكشن موجود على نفس الكلاس اللي هي الدالة اللي هي اسمها اكشن بيرفورم. تمام، طيب طبعا هنا بتاخد الاكشن، هي بتاخد اكشن ايفنت، طبعا هذا اللي استخدمها ان شاء الله حنوضح لكم اياها الدرس القادم، والسلام عليكم.